السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على عيون الناس الفل. أحلى سنة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار. حلقة جديدة من آخر النهار مع تامر أمين. حلقة يوم الأربع الموافق 12 فبراير 2020 من الميلاد. النهاردة حلقتنا حلوة وروحها حلوة وأخبارها حلوة والدنيا فيها كده لطيفة وخفيفة وظريفة، وهنختمها ختام بحاجة حلوة كمان، وهو الفقرة الأسبوعية الثابتة مع أستاذنا الإعلامي الكبير والمحاول الكبير المفيد فوزي. مش بس مفيد فوزي، هو المفيد فوزي. والحوار الأسبوعي اللي احنا بنتحدث فيه في كل الموضوعات وبننتظر تعليقات الأستاذ مفيد الجميلة. يلا على بركة الله. في حالة دوشة كده، دوشة وصداع وتلاسن وهجوم، وهجوم مضاد ودفاع وهجمة مرتدة وانتقادات مع تلميحات مع غمزات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. يعني في ستوريز، في قصص كتير، تصحى من النوم تفتح التليفون تلاقي في دوشة وناس بتخانق مع بعضها وناس بتتهم بعضها وعاملة مشاكل وكذا. والحياة الدوشة لاحظت انها كترت، وهقول لكم على قصتين ثلاثة. يعني مش بس الدوشة دي متعلقة بقصة واحدة، لا، ده في قصتين ثلاثة عاملين دوشة جدا على مواقع التواصل، وفي ناس منضمين للفريق ده وبيدافعوا عنه، وفي ناس منضمين للفريق ده وبيدافعوا عنه، وماتش اهلي وزمالك. القصة الاولى اللي عاملة دوشة كبيرة وعاملة جدل وعاملة حالة من حالات الشحن شوية، هي القصة القديمة الحديثة، قصة الفنان محمد رمضان والكابتن طيار اشرف ابو اليسر. ليه قديمة حديثة؟ قديمة لان بقالها 5 أشهر واكتر بسبب الواقعة، ولو تفتكروا بتاع دخول محمد رمضان لكابينة القيادة وسماح الكابتن اشرف له بالجلوس في كابينة القيادة، وانه مسك عجلة القيادة وتصور وعمل فيديو ونزل على السوشيال ميديا، فالدنيا زاطت. فوزارة الطيران المدني سحبت ترخيص الكابتن اشرف ابو اليسر وعاقبته عقوبة شديدة بمنعه من الطيران مدى الحياة، ومش بس كده، ومزاولة اي نشاط تاني له علاقة بالطيران، يعني ما ينطش حتى من على الارض، اي حاجة ترتفع عن الارض شوية كده ممنوع، حتى لو جاي ينط ما ينطش، يشتغل اي حاجة طول ما هو رجلين على الارض. عقوبة قاسية، العقوبة بسبب غلطة هو ارتكبها، طبعا غلطة، بس العقوبة كمان قاسية. ثم بقى منذ تلك الفترة ومحمد رمضان كلم في الاول او وصل للكابتن اشرف ابو اليسر ان محمد رمضان بيقول له انا مش هسيبه وهجيب له حقه وهقف معاه وكذا. ثم الكابتن اشرف ابو اليسر فوجئ انه القصة طالت ومادت وماخت وساخت وما حصلش اي حاجة، فابتدى ينزل فيديوهات هو واسرته كمان. شفت فيديو امبارح ولا اول امبارح لابن الكابتن اشرف بينتقدوا فيه ان محمد رمضان سايبهم وما بيردش على التليفون وما عملوش حاجة، وابتدى محمد رمضان يرد يقول والله انا بحاول اعمل مش عارف ايه، وهو طلب مني فلوس بس طلب مني فلوس كتير، فرد بتليفون تاني قال لك لا انا ما طلبتش منه فلوس. فيديو تاني، قصه طويله ودوشه كبيره، وابتدى في ناس على السوشيال ميديا يقول لك انا متضامن مع الكابتن، لا الكابتن غلطان، انا مش متضامن معاه، انا حقيقي مع محمد رمضان، محمد رمضان مش غلطان. والقصه ابتدت يبقى فيه فريقين مع وضد. كابتن اشرف ابو اليسر معي على الهاتف. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا فندم، انا يسعدني اني اكلم حضرتك يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا، السعاده ليا والشرف ليا يا فندم. عايز بس اعرف، انا طبعا معظم الناس وانا تابعنا الاحداث والفيديوهات، وحضرتك ذكرت معظم الاحداث اللي حصلت خلال الخمس اشهر اللي فاتت في الفيديوهات، فمش عايزين نكرر الماضي، احنا عايزين نعرف دلوقتي اخر نقطه احنا واصلين لها في مشكلتك سواء مع وزاره الطيران او مشكلتك مع الفنان محمد رمضان. حضرتك انا مشكلتي مع وزاره الطيران، انا بناشد وزاره الطيران عن طريقه طبعا ان احنا نعيد الالتماس ونعيد النظر في العقوبه الموقعه على الاثنين طيارين. حضرتك مقدم التماس ان شاء الله يا فندم، انا هقدم التماس ومستني يعني مسانده الناس ليا الحقيقه. لا ثانيه واحده، حضرتك هتقدم؟ انا لسه ما قدمتوش، انا الالتماس لسه ما قدمتوش لغايه دلوقتي. ليه يا فندم؟ ما حضرتك انا يعني انا موقوف عن الطيران مدى الحياه. ايوه العقوبه دي صدرت في حق حضرتك امتى؟ في اكتوبر اللي فات يا فندم. طيب يعني انا حصل علي عقوبة في شهر اكتوبر، عقوبة انا شايفها من وجهة نظري قاسية وشديدة، المفروض اروح تاني يوم اروح التمس واقول لهم يا جماعة انتوا عاقبتوني عقوبة اكبر من حجم الغلطة، وارجوكم عايز رأفة عايز كذا، حضرتك ايه اللي استنيت 4 أشهر ليه؟
حضرتك انا يعني انا كنت منتظر ان بس الموضوع كان انت عارف فار جدا ساعة الواقعة دي والناس كانت كلها بتهاجم الموضوع فكان الدنيا كلها فايرة، فكان لازم الدنيا تهدى شوية عشان اروح اتكلم بقى، لان عشان نعرف ايه اللي ممكن يحصل بالراحة كده وايه اللي ممكن نحله بالراحة. لكن دلوقتي حضرتك قررت خلاص تروح تقدم التماس؟ طبعا يا فندم. امتى الكلام ده هيحصل؟ بكره الصبح يا فندم هتلاقي سيادتك التماس في الوزاره ان شاء الله. طيب، وارجو ان حضرتك تصوره صوره وتبعت لنا صوره منه ان شاء الله يا فندم. ان طيب شاء الله. دي نقطه. النقطه الثانيه، فين المشكله مع محمد رمضان؟ فين يعني ايه اساس الازمه مع محمد رمضان؟ والله حضرتك اساس الازمه مع محمد رمضان ان الفنان محمد رمضان بعد الواقعه مباشره كان هو اعتقد في المغرب، ايوه، وعرف بالواقعه واللي حصل فيها. تمام، عرف النتيجه بتاعتها يعني، فكتب على في الجرايد ان هو مش هيسيب الراجل الطيار ده ومش هيتخلى عنه، اللي هو السبب في مشكلته. اي بالظبط كده. اه، فانا كنت منتظر حتى انه يكلمني تليفون واحد يا استاذ سامر، تليفون تمام. واحد تمام، لكن الى وقتنا هذا وقت ما حضرتك بكلم حضرتك اهو لم يتصل بيا الاخ محمد رمضان. حضرتك ما طلبتش منه او من وسيط فلوس؟ ما فيش، لا انا مش عارف اكلم حد، لا هو ولا وسيط. لا حضرتك انا سمعت فيديو ان انت مره رحت المكتب وقابلت المستشار القانوني بتاعه. ده انا لما حضرتك برضه ده الكلام لما تعبنا ان احنا نحاول نتصل بيه ما بيردش علينا، فقلنا نروح له. ايوه، المهم حضرتك تواصلت مع حد طرفه. واحد قال لي هو اسمه عبد الغني شوشه. وقال لي انا المستشار القانوني طيب بتاعك. طيب تمام، هل حضرتك طلبت منه فلوس تعويض؟ اطلاقا يا فندم ما حصلش. لا ما طلعتش كلمه فلوس دي من بقي، ما طلعتش خالص. هم يعني اذا كان اللي قاله الاستاذ محمد دي اجتهادات بقى مع بعض هم، ان انا فاضل لي على المعاش 3 سنين ونص. تمام، يبقى نضرب الكام شهر دول في مرتب الكابتن اشرف ونديله الرقم ده، هو ده اللي كان فاضل له في مرتبه. ويبقى كده ايه، هو الدنيا كلها مرضيه يعني. لكن حضرتك ما ذكرتش كلمه تعويض ولا مبلغ مالي ولا فلوس ولا اي ارقام؟ ما حصلش ان انا جبت سيره فلوس ولا تعويض خالص. وطول الخمس اشهر دول حضرتك بتحاول توصل لمحمد رمضان وما حصلش اي اتصال مباشر بينك وبينه؟ ما فيش اي اتصال خالص. لا مباشر ولا غير مباشر. لا بيرد عليك ولا بيخلي حد كمان يوصل لك رسائل خالص. طيب، ممكن اسالك سؤال يا كابتن طيار؟ اشرف بيه، الو، حضرتك سامعني؟ هاتوا التاني عشان الظاهر هو كان عارف السؤال اللي هيتساله فعشان كده اتخطى قفل. عايز اقول لكم ان القصه صعبه. يعني انا وانا قاعد النهارده حتى ما قاعد بتكلم مع المدام الظهريه وبقول لها شايفاني بحضر للموضوع يعني، فبتقول لي هتعمل ايه ده الموضوع يستاهل كذا. قلت لها على فكره المسبقة دي اللي فيها قسوة قلب صعبة. هو الطيار؟ طيب خلينا اكمل لكم التحليل بعدين، بس الكابتن اشرف رجع. سامعني يا كابتن اشرف؟ سامع حضرتك. طيب انا عايز بعد ما عرفت دلوقتي الوقائع والمعلومات عايز اسال حضرتك سؤال مهم. اتفضل. وارجو ان حضرتك ما تزعلش مني. لا مش هزعل. طيب يا رب. انت ايه علاقتك بمحمد رمضان؟ يعني ليه بتجري ورا محمد رمضان او بتحاول توصل لمحمد رمضان او بتحاول اكمل بس اكمل بس يا ريس رمضان. اكمل عشان تفهم سؤالي. محمد رمضان كان سببا في مشكله حصلت؟ طبعا كان سبب في مشكله حصلت، بس القصه انتهت وقت نهايه الواقعه. حضرتك غلطت وكلنا معترفين انها غلطه. انا شايف، انا وجهه نظري الشخصيه، شايف ان العقوبه اشد واقصى من الغلطه، خصوصا انها كانت طياره خاصه مش طيران مدني الكوميرشال العادي. وانا قلت للناس على الهواء في يوميها، ما اعرفش حاجه سمعته ولا لا، انه كل شركات الطيران في العالم بتعمل مجاملات للشخصيات العامه، وانا شخصيا قبل كده دخلت كابينه القياده في طيران مختلف 4-5 مرات. ايوه، فانا شايف ان العقوبه شديده على الجرم او الغلطه. ولكن انسى محمد رمضان يا كابتن اشرف، لانه محمد رمضان ليس له علاقه بالموضوع. وحضرتك انا اسف والله، وانا بقدر شخصك الكريم وتاريخك المهني المحترم، حضرتك بتهين نفسك لما تقعد تتواصل مع محمد رمضان وهو ما بيردش عليك وتطلع تقول فيديو ومحمد ما بيردش عليا ليه وانت فين يا محمد. ما تعملش كده. حضرتك لو ليك حق اعمله بالتماس، ولو التماس اترفض اطلع على ساحات المحكمه والمحكمه تجيب لك حقك. ربنا فوق. وده اللي حصل يا استاذ. انسى بقى محمد رمضان وفيديوهات محمد رمضان ده، نصيحتي الشخصيه ليه. والله نسيته خلاص. نسيته ايه ده الفيديوهات لحد امبارح واول امبارح يا كابتن؟
ده حضرتك هو اللي بيقول يا فندم. حضرتك انا شايف فيه فيديوهات ولا حاجة لحضرتك والموضوع دلوقتي في القضاء. وللاسره الكريمه لحد يومين ثلاثه فاتوا. على فكره انا متابع قصه الفيديوهات دي بقالي شهر وما فتحتش بقي في الموضوع لان انا مش عجباني القصه، بس لما لقيت الموضوع بيزيد ولقيت الحقيقه ان حضرتك صورتك بتتهز وحضرتك انا مقدر الوضع اللي انت فيه، بس انا قررت اتكلم حفاظا على سمعه وصوره حضرتك. ما ينفعش حضرتك تبان انك بتجري ورا واحد ما بيسالش فيك، عيب. حضرتك احنا بعد محاولات الاتصال الاولانيه فعلا انا بطلت اتصل بيه خالص لنا ولا المحامي. طيب انا ارجوك يا كابتن لا فيديوهات ولا تتصل، حضرتك لك قيمه محترمه، كلنا معرضين للخطا وحضرتك اخطات وانا ممكن اخطئ وجل من لا يخطئ. الخطا ده له عقوبه، انا من رايي ان العقوبه كانت قاسيه عشان يمكن كانت قضيه راي عام وجدل وقتها. حضرتك قدم التماس دلوقتي لوزاره الطيران وانا بتضامن معاك في الالتماس ان هم يخففوا العقوبه، سواء يشيلوا حته مدى الحياه دي او على الاقل يوقفوك عن العمل في مصر طيران بس يدوك الرخصه تشتغل في شركه اخرى بمنتهى الاحترام، يعني يبقى في نوع من انواع التوازن في العقوبه. انت خلاص غلطت وهتاخد جزاء الغلط بس يبقى في فرصه، لان قطع الرقبه حرام، لكن قصتك قانون مش قصتك محمد رمضان ولا فيديوهات ولا سوشيال ميديا خالص. ايوه لا انا هو ده الموضوع ده فعلا خلصان. دي نصيحتي ليك يا كابتن اشرف، انا متضامن معاك في القانون لكن مش متضامن ابدا في السوشيال ميديا. انا متشكر ليك جدا استمر جدا جدا، والموضوع ده فعلا منتهي تماما بقاله فتره يعني يمكن اكتر من 10 ايام ان الموضوع خلاص بقى مش في ايدي انا، ده مع القضاء ده. طب يعني توعدني مفيش فيديوهات تاني؟ لا انا بس النهارده انا دلوقتي رايح اعمل لقاء في قناه المحور. لا تعمل لقاء زي ما حضرتك عايز ما عنديش مشكله، انا بتكلم على فكره فيديوهات السوشيال ميديا ويا محمد انت فين يا محمد وبتاع، مفيش كلام لا 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 خالص. طبعا. انا ما قلتش فين يا محمد دي خالص. طيب خالص ماشي خلاص حصل خير، بالتوفيق يا كابتن اشرف وان شاء الله ربنا يحق الحق. باذن الله ربنا يحق الحق. كنت بقول لكم ان انا في حيره من امري لان القصه صعبه. الكابتن اشرف غير